بشكل رسمي أعلنت وزارة التنمية المحلية قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية في شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر. القرار اشتمل على تحديد الفئات المستهدفة والمستثناة كمان من الغلق في هذه المواعيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك يا استاذه منى واستاذ محمد، وكل سنه وحضراتكم طيبين واهلنا في كل محافظات مصر طيبين وبخير. وحضرتك طيب دكتور. خلينا نتكلم على طول عن التفاصيل اللي اشتمل عليها قرار مواعيد غلق المحال التجاريه في ايام شهر رمضان وكمان ايام العيد. يعني خليني اقول لحضرتك القرار 85/2024 واللي انتشر يعني نشر في الجريده الرسميه من مع الوزير اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بصفته رئيس اللجنة العليا للمحال العامة. القرار بينص على مد العمل حتى الثانية صباحا للمحال والكافتريات والكافيهات. كما تعلمي حضرتك كانت بتقفل الساعة 12 مساء، تم امتداد العمل ليها بحيث انها يعني تغلق 2 صباحا ولها الحق انها تفتح 5 صباحا، خاصة الكافيهات والمقاهي. اما لو جينا بما فيها اللي موجوده في المولات، فاما لو جينا على الورش الحرفيه كانت بتفتح يعني 8 صباحا وبتقفل 6 مساء، هتقفل 10 مساء في رمضان وفي اجازه العيد ان شاء الله. اما لو جينا على بالنسبه للمستثنى من هذا وذاك، هنلاقي ان احنا عندنا محلات البقاله والسوبر ماركت وكذلك الصيدليات، كذلك محلات بيع الخضروات نظرا لطبيعتها هي والفواكه والدواجن وغيرها، دي مستثناة من هذا القرار. اما لو جينا بقى كمان على بالنسبه للورش اللي موجوده على الطرق السريعه وفي محلات وفي البنزينات وغيرها نظرا لطبيعه عملها الطارئ، فطبعا دي بتستثنى من قرار الغلق اللي هو كان 12 مساء. طب دكتور خالد، يعني آلية المتابعة والرقابة، يعني ازاي بيتم متابعة المحال وفتحها وغلقها او حتى المحال والمناطق اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي مستثناة من الغلق؟ خليني اقول لحضرتك ان القرار ده القرار الخاص بمواعيد الغلق والفتح هو كان قرار 456 لسنه 2020، فاحنا بنطبق القرار ده من 4 سنوات على مستوى المراكز والمدن والاحياء، فزملائنا العاملين في الاحياء على مستوى الجمهوريه يعني بيطبقوا هذه المواعيد، خاصه لان مواعيد الصيف بتختلف عن مواعيد الشتاء، وعشان كده هم بيبقوا قائمين على هذا العمل ومتابعته. كذلك الامر اصحاب المحال او المقاهي او الكافيتريات بيكون لديهم علم، والورش برضه بيكون عندهم علم كامل بآليات الفتح، لكن بمناسبه الشهر الفضيل والاعياد بيتم مد العمل حتى الثانيه صباحا، فالجميع بيعلم آلية التطبيق. كذلك الأمر الجميع بيعلم لو حضرتك سألتني لو هناك مخالفة وهناك استمرار في المخالفة فآلية التعامل بتبقى إزاي. زملائنا في المراكز والمدن الأحياء بيتم الأول التنبيه، ثم بعد ذلك بيتم غرامة مالية تقديرية بتصل ل 4000 جنيه، وإذا هناك مخالفة للمرة الثالثة بيتم الغلق لمدة أسبوع، وإذا كان هناك مخالفة أو يعني إصرار على المخالفة بيتم الغلق، ويراجع بقى الأوراق بتاعته والترخيص بتاعته والحاجات بتاعته في المركز التكنولوجي الخاص بالحي حتى يتسنى له الفتح مرة أخرى. جميل. أكيد. طب لما نيجي نتكلم بقى عن طبيعة المحلات هتبقى عاملة إزاي في العيد؟ العيد الناس بتبقى حابة إنها تبقى تحتفل وتخرج وتبقى عارفة تتحرك براحتها، هل برضو المواعيد دي مستمرة في أيام العيد؟ بالضبط حضرتك، يعني المواعيد الجديدة هتشتمل على الشهر الكريم وكمان حتى أجازات الأعياد إن شاء الله لعيد الفطر المبارك، ممتدة معانا هذه المواعيد الجديدة لغاية نهاية أجازة عيد الفطر إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك بألف صحة. دكتور خالد، يعني الناس تعرف ازاي اعلام المشاهدين بالمواعيد دي؟ هل في وسائل التواصل مع حضراتكم في وزاره التنميه المحليه؟ ولو في اي استفسار او اي شكوى من احد المواطنين يتعامل ازاي ويتوجه لفين؟
عندنا مبادرة صوتك مسموع. مبادرة صوتك مسموع دي عبارة عن غرفة عمليات مركزية موجودة في وزارة التنمية المحلية بتحت سمع يعني السيد الوزير، وخليني أقول لحضرتك مربوطة بها 27 غرفة عمليات في صوتك مسموع في 27 محافظة مصرية، بيرأس كل غرفة عمليات فرعية في المحافظات السيد السكرتير العام، وبالتالي آلية التواصل بتبقى سريعة. طيب الناس تتواصل معنا إزاي؟ الناس تتواصل معنا من خلال أربع آليات. الآلية الأولانية الرقم الواتساب، ويعني من خلال برنامج حضرتك أنا بعلن على رقم الواتساب الجديد اللي هو 012-0-353-31. 012-0-353-31. خليني كمان أقول لحضرتك إن إحنا عندنا آلية تانية اللي هي صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع، وعندنا الآلية الثالثة اللي هو الخط الساخن 15330، والآلية الرابعة info7@mlb.gov.eg. طيب دي أربع آليات يا فندم للتواصل معنا، للاستفسار بيبقى الخط الساخن، ولإرسال أي شكوى بتبقى من خلال الآليات الأخرى. جميل. طيب دكتور، هل بنحتاج إن يبقى في نوع من أنواع الرقابة على هذه المواعيد، ولا مش هنحتاج لأن بالعكس المواعيد بقت أوسع وبقى في مجال أكتر للمحال إنها تعمل؟ احنا بالفعل حصل مخاطبه من خلال ربط غرفه العمليات المركزيه في وزاره التنميه المحليه مع الغرف الازمات والعمليات في المحافظات، وتم الابلاغ بالمواعيد الجديده، وبالتالي الساده رؤساء المراكز والمدن والاحياء هينزلوا يتابعوا مواعيد الغلق في الشهر الفضيل ان شاء الله. كذلك في آلية الصعيد شانها شان يعني المتابعات الدوريه اللي بتتم، بل اكثر من هذا وذاك كمان في ربط مع غرف العمليات بخصوص كمان عمليات النظافه وعمليات الاناره الخاصه به طبعا عشان صلاه يعني صلاه القيام وكده، يبقى عمليات النظافه على مدار ال 24 ساعه بحيث ان يبقى حوالين المساجد الامور كلها مستقره سواء من حيث الاناره او من حيث كمان النظافه. عظيم، كل الشكر ليك الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، شكرا جزيلا لحضرتك.